السلام عليكم ومرحبا بكم جديد خوتي اخواتي في هذا الفيديو. اليوم في هذا الفيديو راح نهضر على موضوع مهم جدا خوتي، هو قضية انهاء مهام وزير الخارجية السابق رمضان العمامرة. هنالك الكثير من التنبؤات حول هذا الموضوع. البعض يقول ان رمضان العمامرة امرض وكان يجب انهاء مهامه او تغيير مهامه، والبعض الاخر يقول ان الامر اعمق من هذا بكثير، ويقولون ايضا ان الرئيس عبد المجيد تبون هو اللي غضب على رمضان العمامرة وانهالوا المهام تاعو. من قبل ما ننتقلوا تفاصيل هذا الفيديو خاوتي، ارجوكم ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاعجاب، وايضا تشتركوا في هذه القناة وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل فيديوهاتنا. شكرا خاوتي، والان يلا للتفاصيل. خاوتي نبدأ بالفرضية الاولى اللي تقول بلي رمضان العمامرة امرض. كما على بالكم خاوتي، غير كيما جاء مسؤول الاتحاد او مسؤول من الاتحاد الاوروبي المدعو جوزيب بوريل الى الجزائر، وكي جاء للجزائر ما لقاش في انتظاره رمضان العمامرة. الان الكثير قال ان رمضان العمامرة كان مريض وما قدرش يستقبله، وايضا الكثير الاخر يقول ان رئيس عبد المجيد تبون هو الذي منع رمضان العمامرة من استقباله، وكان في استقباله الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن. لانه كلمة على بالكم مهنة استقبال المسؤولين اللي جايين من برا هي مهنة وزير الخارجية طبعا. الان خلونا نذهب للفرضية الثانية اللي تقول بلي رئيس عبد المجيد تبون غاضبا من رمضان العمامرة وانهى مهامه وقام بتبديله. اكتشفوا معي هذه هي سفيرة الولايات المتحدة الامريكية، وراه وقف معها هنا العمامرة. سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وفي آخر منشور لها في التويتر قامت بنشر صورة وهي تتحدث مع رمضان العمامرة. على حساب الأقاويل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تفاجأ بهذه الصورة، لأنه هو ما كانش عارف باللي كان اجتماع بين وزير الخارجية الجزائري والسفيرة الأمريكية مور أوبين. هذا الأمر الذي جعل رئيس عبد المجيد تبون غاضب من رمضان العمامرة وقام بإنهاء مهامه، لأن أمور مثل هذه ما لازمش تتخبى. وأيضا كان الكثير من الآخرين يقول أن رمضان العمامرة كبر وقرب موعد يعني تقاعده، لأنه الكثير يرى أن رمضان العمامرة إنسان كفو، يعني راه في بلاصته، ما كاش واحد يعرف هذه المهنة كما هو في الجزائر كاملة. ملح احتاروا عليه قام بتبديله، يعني كان يقوم بمهامه على أكمل وجه، مشي كيما اسمه هذاك وزير التجارة كمال الرزيق اللي كان لازم يتبدل. من اخوتي ارجوكم خبرونا رايكم في التعليقات حول هذا الموضوع، هل ترون ان هذه مجرد بروباغندا يعني واخبار كاذبة، ام ترون ان للامر علاقة بالفرضيتين الاثنين اللي قلناها لكم في هذا الفيديو؟ ارجوكم خاوتي خبرونا رايكم في التعليقات. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وسنلتقي مع مزيد من الاخبار والمواضيع. إلى اللقاء.